سلو موشن. في مكان في العالم كل الناس فيه مكشرين وعابسين، ليش؟ مش عارفين. سواء زعلانين ولا فرحانين ولا حتى محتفلين. وفي يوم من الأيام أصدر الحاكم تبعهم قانون بيجبر الناس كلهم يكونوا خاوة مبتسمين. القانون اسمه مين مكشر، وصار في قوات خاصة لمكافحة المكشرين. ثاروا الناس وولعت المسيرات والمظاهرات ضد القانون اللي رح يقضي على هيبتهم. ما الكشرة هيبة وكثرة الضحك عند الناس عيبة، وهذا القانون يعتبر كبت لحريتهم. وهجمت مكافحة الكشرة وانمسك اللي انمسك منهم، والباقي نفذوا بريشهم، بس ناس منهم انعرفت هويتهم. صاروا يجتمعوا في الليل في أماكن خاصة أو ورا براميل عشان يعصبوا ويكشروا براحتهم. تعرضوا لمداهمات واعتقالات وتحقيق عنيف، وبالمنيح بالعاطل اعترفوا عن باقي شلتهم. ومن بعدها صاروا الناس يمشوا في الشوارع مبتسمين، سواء راضين أو مش راضين. وانكشف للعالم مشكلة ثانية، إنه نص الناس أسنانهم مش مفرشين، وكثار منهم أسنانهم مسوسين أو مشوهين. وفي ناس مش عارفين كيف يبتسموا، يعني بالعربي مش متدربين، قضوها بملاقط ماسك خدودهم من الجنبين. ومرت سنين وسنين ولسه كثير ناس مش مقتنعين، ولسه في مداهمات وتحقيق ومعتقلين. الحاكم كبر بالعمر والله أخذ وداعته. انبسطوا الناس وتأملوا إنه يحل محله واحد زيهم، ولا هو متعين محله واحد أشرس من اللي سبقه، وشدد الحصار عليهم. أصدر قانون الأسنان المبتسمة. بمنع المشي بالشوارع إلا لأصحاب البسمة مع أسنان مظبطين. المعنى إن كل واحد من المواطنين مجبر يظبط أسنانه ويفرشيهم، سواء عنده أو ما عنده تأمين. وصار ما حدا يستجري يطلع على الشارع قبل ما يتمضمض ويفرش أسنانه، ودكاترة الأسنان طبعاً مكيفين. ومع مرور السنين صاروا الناس يصحوا مبتسمين، وحتى وهم بيعزوا مش مكشرين. أما الحاكم من يومها لليوم والناس بتناقش إنه عادل ولا مش عادل، ولسه على هالموضوع مختلفين.